شروط الحوار في التوازن؟ هو تواصل شفهي، تمنى الوصول إلى كيفية وجود حلول للعديد من المشاكل، انفتاح فكري مع الآخر. فإذا خلينا نتفق أنه الاختلاف بحد ذاته منه مشكلة، كل حوار هالقد مهم، مفهوم الحوار هالقد مهم لدرجة إنه يكون في عنه ووركشوب. هاي الوركشوب يمكن بتساعدني أتعرف على ناس من غير خلفيات، وبتخليني يمكن ألاقي فاندمنتلز للحوار مع هالعالم، إنه الواحد بيقدر يتحاور مع ناس حتى لو مختلفين بكل شيء عنه. الحوار كتير بيشتغل على بناء الشخص، بناء الوطن بداية من الشخص. يعني الاختلاف ما انه خلاف عنا، فرصة لإلي لأتعرف على مجتمع يمكن بعيد عنه نوعا ما. بيساعدنا انه نحن يعني نعترف بغيرنا، خاصة بقاطع ولبنان.